تحية لكم مشاهدينا متابعي قناة أوغاريت، حلقة جديدة من برنامج تكنوسكوب. بهيدي الحلقة رح نرجع نحكي عن الكورونا والتكنولوجيا. طبعا بالعديد من الحلقات حكينا عن تطور العديد من التقنيات والابتكارات اللي ساعدت الأطباء والممرضين من الحد من انتشار وباء وفيروس كورونا. كنا شفنا العديد من الروبوتات اللي قامت بالتنظيف بالتعقيم وحتى بتقديم الخدمات في المطاعم بالمشافي وغيرها للحد من التلامس المباشر والتواصل المباشر للحد من انتشار وباء كورونا. طبعا بالإضافة لهيك كنا شفنا عديد الشركات قامت بتطوير عديد من التقنيات من كمامات وغيرها طبعا للحد من انتشار هذا الفيروس. بالتكنوسكوب لليوم وتحديدا بفقرة التكنوسوري رح يكون معنا خريجي المعلوماتية مهندسي المهندس ماهر شميسي والمهندسة رغد الوزي. طبعا لنحكي عن التطبيق اللي قاموا بتطويره بالإضافة لشبكة طبعا لمركز طبي، قاموا بتصميم شبكة لمركز طبي مع تطبيق لمعرفة الأشخاص المصابين بكوفيد 19. طبعا لنتعرف أكثر على المشروع اللي طبعا تم مشاركة فيه بمعرض المشاريع التطبيقية بجامعة تشرين. أكيد بيسعدنا أنه نرحب بماهر، يعطيك ألف عافية. كمان بيسعدنا نرحب برغد الوزي، يعطيك ألف عافية. الله يعافيك. طبعا المهندس ماهر شميسي، طبعا بالبداية حضرتك خريج هندسة معلوماتية، إذا بدنا نحكي عن فكرة المشروع، طبعا المشروع هو تصميم شبكة لمركز طبي وتطبيق للمصابي بكوفيد 19. تمام. هلأ بداية المشروع كان أول شيء شفنا الأزمة اللي مرقت فيها مثلا السنة الماضية، موضوع الانتشار الكبير اللي صار الكورونا، فانتهت يعني نص العالم راحت باتجاه الخدمات الطبية. يعني بدك تشتغلي أي شيء اليوم بمجال التكنولوجيا بدك تروحي باتجاه الطب، اللي هو شفنا أكثر تأثير مثلا الأطباء هن أكثر الأشخاص عانوا كثير بهيدي المواضيع وكان بدهم طرف مساعد لهم، فأجت التكنولوجيا يعني خففت شوي مع أنه الحمل الأثقل كان على الأطباء أكيد 100% فيها، بس حاولنا نحن كمان نكون عندنا خدمة معينة أو يعني خدمة بس قصة نطور منها قصة أكثر وأكثر فيها لحتى نطلع بمنتج صغير يساعد قسم العزل حصرا مبدئيا، هو قادر للتطوير لسه اكثر واكثر، بس اشتغلنا نحن على قسم العزل بمشفى تشرين الجامعي بزيارتنا له، فرحنا نحن مشفى تشرين اول شغله يعني تعاملنا معامله اول شيء كمريض داخل على المشفى. تمام. فصرت انا انه ندخل نشوف من اي مرحله يبلش فيها المريض زيارته، يعني مثلا هو دخل بده يدخل على الريسبشن، ما الريسبشن بده ينتقل مثلا بده يطلب منه صوره اشعه، صوره تحاليل، ويطلب منه مثلا الدكتور الخاص اللي حيعاينوا فيها، فنحن قعدنا مع مجموعة أطباء هناك شفنا مثلا كل المشاكل اللي عم تواجههم فيها، بالإضافة مثلا شو ممكن يكون في حلول مبدئية مساعدة، قسمنا المشروع على أجزاء معينة، هو طويل شوي بس بلشنا فيه جزئية معينة فيها. عم نحاول هلا مبدئيا هلا خلصنا الجزئية الأولى، عم نحاول ننتقل على الجزئيات اللي بعد منها شوي شوي، بس قدرنا بالجزئية الأولى ننجز كمية منيحة فيها كانت بالبداية. كانت البداية مع تحليل النظام بمشفى الحفة، مشفى العزل بالحفة. مشفى العزل. تمام. بداية بلشنا بتحليل النظام من قسم استقبال، من مرضى، من أطباء. نحن زرنا أكثر شيء المراكز اللي عم تحتضن مثلا المصابين، اللي هو كان في عندنا بالحفة وكان في مشفى تشرين الجامعي. فنحن بالزيارات لأننا شفنا مثلا العمليات اللي عم تمشي فيها بالتراتبية فيها لحتى المرحلة اللي عم يوصل المريض فيها للمعاينة مثلا، بالإضافة مثلا التحاليل اللي عم يعملها هو كل بياناتها أخذناها بشكل سجلات كيف التسلسل اللي عم بيصير للعمليات. تمام. رغد رح تعرفينا عن التطبيق اللي تم تطويره. نحن التطبيق اللي نحن طورناه بيغطي هذه الأقسام اللي حكى عنها ماهر، اللي هي قسم الريسبشن، قسم الأطباء والمخبر وقسم الأشعة. تمام. فنحن أول ما يفوت عنا المريض نحن بندخل بياناته بقسم الريسبشن من خلال هذا التطبيق. تمام. بنحفظها ضمن داتابيز، بيانات المرضى بتطلع عند الأطباء. تمام. بس يشوف أي مريض قادر الطبيب يسترجع معلوماته. يعني إذا كان في له زيارات سابقة أكيد بيكون له سجل لنا. الطبيب بيدخل التشخيص المناسب له، بيطلب له تحاليل، ممكن يطلب له صور أشعة، كل هذا بيصير عن طريق التطبيق. تمام. فبنقرد زر بيبعت الطلب تبع التحليل مثلا او تبع صور الاشعه، وكمان بنقرد زر بيسترجع كل بيانات المريض. تمام. الدكتور هو قادر على معرفه بيانات المريض وارسال يمكن التحاليل وصور الاشعه على الاقسام المختصه. بيطلب له التحاليل وصور الاشعه، وبنفس الوقت المخبري او عامل قسم الاشعه بس يدخل هيدي المعلومات اللي طلبها الطبيب، فورا بتطلع عنده لحتى يدخل التشخيص المناسب
والعلاج. يعني في وصل ما بين كمان قسم الأشعة أو المخابر مع الدكتور، لكن بتطور سلسلة الوصل الرئيسية. تماما. والمعلومات تبع المريض بتكون طبعا سرية، بس الطبيب هو اللي قادر يطلع عليها. يعني أكيد عامل الريسبشن مستحيل إنه يشوف بيانات المريض لأنها سرية. تمام. هلا اذا بدنا نحكي، طبعا عم نحكي نحن عن تطبيق، اكيد في ربط مع قاعده البيانات. تمام. اذا بدنا نحكي عن قاعده البيانات لغه البرمجه، نحن بقاعده البيانات نستخدم ماي اس كيو ال. تمام. نحن عملنا بجداول بيانات خاصه مثلا بالمريض، بالريسبشن، بالدكتور، بالصوره الاشعه، بالتحاليل الخاصه، في عملنا ربط بياناتهم بحوطن مثلا مثل ما حكيت رفيقتي، انه مثلا يصير فيها مثل انه سريه بالنقل. يعني مثلا ما اقول انه مثلا ريسبشن مثلا بده يشوف بيانات المريض الثاني، او مثلا الدكتور مثلا هو بهمه يشوف مثلا صوره الاشعه والتقرير الطبي بالنهايه. تماما. ما بهمه مين دخل على المشفى ومين طلع فيها. فنوع من السماحيات. تماما، السماحيات اللي لها. فكانت فكره قاعده البيانات كانت يعني هي فكره كثير بسيطه، بس كان اكثر يعني كثير فعاليتها لها، بخصوص انه مثلا سجلات المرضى اللي تحفظ بقاعده البيانات هي طويله. كمان انه بالقاعات البيانات مثلا المريض نفسه مثلا اجى مثلا بحاله اسعافيه مره ثانيه على المشفى بغير حاله الكورونا مثلا، اجى مره بيوم ثاني مثلا. فهو ما في داعي انه يرجع يسجل الريسبشن من اول وجديد بسجل ورقي ويتناقل فيه لعند الدكتور كذا. هو مجرد ما يدخل اسمه رح يظهر بقاعه البيانات انه هو داخل بحاله اسعافيه ماضيه سابقة، ويشوف التحاليل السابقه اللي له بوقت اللي اجى بهي الحاله فيها، وفي انه الدكتور يطلب منه مثلا تحاليل جديده بناء على المعطيات السابقه اللي له، يشوف شو الفروقات اللي كانت عنده قبل فيها. طبعا هي بتحقق لي سرعه بالمعالجه والتشخيص. تماما. فهو بيرجع على قاعه البيانات بشوف اسمه المريض نفسه، بشوف كل بياناته، حتى يعني التاريخ، الوقت اللي اجى فيه، الامراض. تماما. حتى الامراض اللي كان المزمن اللي معه. تماماً. مثلا كان معه مرض مزمن فهو مسيف بالقاعه البيانات فيها. كان في تعاون مع الاطباء بخصوص هيدي بقسم العزل بالطابق الاول كان مشفى تشرين، تعاونوا معنا تقريبا شيء 4 دكاتره، ما ذاكر اسمائهم بالضبط. تمام. بس بظن الدكتور سلام الله يعافيك يا رب. فنحن يعني هن لما وقفوا معنا اجوا واعطونا سجلات المرضى حطيناهم على الطاوله، وبقدر يفصلوا هن يشرحوا لنا انه هي التحليل مثلا، هذا التحليل بينعطى لفئه معينه، هذا التحليل مثلا لعمر معين، هذا التحليل هذا بحاجه زمر الدم مثلا معينه كمان لحتى يبين فيها، بالاضافه مثلا لتخطيط الصوره كامله. يعطينا كل يعني من التفاصيل، البطاقه كامله للمريض، يعطينا اياها ونحن نشوف كل التحاليل اللي ممكن نحن نعملها ضمن قاعه البيانات. كمان حتى يعني يرجونا مثلا نوع الادويه، يعني لمرحلة معينة يرجونا انه مثلا مرحلة المعالجة للفئة العمرية مثلا، انه مثلا 1 2 3 4 فيها مثلا، والفئة العمرية كمان الثانية تكون مثلا فئة ثانية 1 2 3 4، عم بدنا نفس المبدأ لكل الأعمار. تمام. يعني أكيد هيك مشروع لازم يكون في تعاون ما بين يمكن الأطباء والمهندسين اللي عم بيطوروا لهيدا المشروع. طبعا رغد رح تحكي لنا هلا عن الشبكة، نحن قلنا بالبداية المشروع كان تصميم شبكة لمركز طبي وتطبيق ويب. تماما. نحن لحتى نربط كل هيدي الأقسام مع بعضها ولحتى تكون قادرة توصل قاعدة البيانات اللي عم نحط فيها بيانات المرضى، نحن لازم نربطهم بشبكة. فكان تصميم الشبكة وفقا لهرمية سيسكو، في عنا الكور لاير، ديستريبيوشن لاير، والاكسس لاير. هذول اشخاص مختصين حتى. تماما. النموذج كان طبعا كلاينت سيرفر. نحن ما دخلنا يعني باعدادات الشبكه، نحن ما دخلناها بشكل يدوي لكل جهاز بجهازه. فكانت عمليه اتمته لهيدي الشبكه. فادمن الشبكه هو بيكتب سكريبتات بايثون. تمام. من خلال هيدي السكريبتات الاجهزه بتنضبط عندنا بالاعدادات اللي نحن بدنا اياها. تمام. كان في سيرفر رئيسي ممكن. كان في اكيد في عندنا سيرفر رئيسي اللي هو الويب سيرفر اللي عم نتصل من خلاله مع قاعده البيانات اللي حاطينها على ماي اس كيو ال سيرفر. تمام. تم ربطهم للاجهزه مع بعض وتطبيق هيدا التطبيق، طبعا تطبيق مخصص للمركز الطبي. طبعا ضمن المركز نفسه. ممكن نحن بعدين بمراحل متقدمه نرفع الداتا بيز على سيرفر عام، بحيث يكون اي حدا قادر يوصله باي وقت، مو بس من ضمن المركز. هذا يمكن تطوير لهيدا المشروع. اكيد. بنحكي رغد وجهه نظرك بالتطوير، لانه رغد وماهر عندهم وجهتين نظر بتطوير المشروع. نحكي رغد، كيف شايف المشروع بالمستقبل؟ هلا ممكن نحن كمان نطور على هيدا المشروع اللي عاملينه، ممكن نضيف موديل للذكاء الاصطناعي يصير هو قادر على تشخيص هيدا المرض لحاله. فهيدا الشيء كثير بيساعد الطبيب.
بهيدي العمليه. ممكن كمان نضيف بالتطويرات يعني ما انه ما يضل مقتصر على مجال كوفيد 19. يعني بضل شيء اسمه السجل الالكتروني للمريض كثير مفيد، بنستغني من خلاله عن المعاملات الورقيه، بيكون كل شيء مخزن ومنظم ضمن داتابيز معلومات المرضى، فينا نسترجع ايمت ما بدنا. ممكن كمان نضيف انه المرضى فيهم يطلعوا على مواعيد ادويتهم، شو هي الادويه اللي لازم ياخذوها، يعني اذا بدنا نرفعها سيرفر خارجي تمام، او يصير مثل استشارات، يعني المريض يستشير. هذا كان بالطبيب ممكن يحط مثلا اعراض عم بيعاني منها المريض، ايه ممكن تماما يعطيني تشخيص مثلا، ايه ذكاء اصطناعي او دكتور يمكن. تماما. ماهر، وجهه نظرك بالتطوير؟ هلا صراحة هي نص اللي حكيته رفيقي هو نفسه، بس الفكرة انه في اقسام معينة، مثل كأنه مثلا لما يطلب مثلا نحن لما كنا بمشهد شيرين كان في مشكلة هناك، انه مثلا لما الدكتورة مثلا بالطابق الأول بدها تحكي تعرف مين الدكتور المناوب اليوم مثلا، حتى تشوف مين الدكتور فلانة تبع مثلا الصدرية اليوم المناوب، فببلشوا مثلا مكالمة اثنين ثلاثة مثلا يعرفوا مين المناوب بالمشفى بالضبط، وحسب كمان الحاله الموجوده هو بجوز هو يكون بعمليه قافل جهازه. صح. فنحن كنا نفكر انه نفس موضوع الموديل نطور الموضوع، انه مثلا في على باب مشفى شيرين في ثلاث كاميرات تقريبا او اربع كاميرات يمكن، وعلى الباب الثاني كمان في ثلاث اربع كاميرات حسب ما انتبهت، يعني ما بعرف الباب الاخير كيف صاير فيه. تمام. بس انه مثلا ناخذ مجموعه داتا سيت من الصور مثلا مجموعه الدكاتره، مثلا دكتور الصدريه الموجود ناخذ له كذا صوره، دكتور مثلا العظميه، الاختصاصات كامله اللي هي مطلوبه بهي الحاله، تعرف شو ناخذهم ونسيفهم بالداتا، بحيث انه مثلا لما يدخل الدكتور على المشفى هو ما راح يكون دقيق 100% باول فتره، لانه راح يكون في تدريب شبكه عفونيه يمكن. مثلا اول ما يدخل هو من باب المشفى بيعطيك مباشره بقاعه البيانات انه هو الدكتور صار داخل المشفى، يوصل هذا الاشعار مثل نوتيفيكيشن على اجهزه الدكاتره تمام ضمن قاعه البيانات نفسها. فهيدي كانت يعني اكثر شغله كنت عم فكر فيهم تماما، لانه هلا هن حتى مثلا مثل ما حكيت لنا الدكتوره انه مثلا مريض الكورونا مثلا بده ياخذوا هن مثلا مشكلته بتحكي مع هي مع الدكتور الاوسط والدكتور الاصغر ويمكن الدكتور الرئيسي اللي له في كذا مرحله تماما لحتى يستشيروا بعض لحتى ياخذوا يعطوا قرار فيها تمام. فاحيانا كمان انه مثلا ما بيكون الدكتور موجود. فانه يكون في وسيله تواصل بين الدكاتره انه على هذا المريض هي سجلاته ترفعها لعنده بطريقه معينه، لهلا صرنا عم ندرس الموضوع بمراحل التطوير اللي فيها تماما، يعني انه يكون يصير كل الشغل اونلاين، يعني تماماً. مثلا اي شيء بدي احط ملاحظه او تعليق معين بحيث نجاح هيدي ممكن نطور انه مثلا يصير ما بس على مشفى خاص بكورونا صح مثل ما حكيت انه يكون مثلا مرضى ثاني رعايه صحيه مع مركز رعايه صحيه بالكامل تماماً. يعني مثل هي تماما تماما. رغد، من خلال تجربتك اللي نحن كنا عم نشوف من خلال هيداء المشروع، كيف حسيتي تقييم الربط الجانب العملي خليني اقول مع الجانب النظري، نصائحك للطلاب للمهندسين اللي حابين يفوتوا بهذا المجال؟ لا اكيد نحن بالجامعه بيعطونا شغلات تاسيسيه، يعني شغلات الاوليه طبعاً. اللي نحن بنحتاجها، فنحن كثير بحاجه للبحث على الانترنت، يحضروا الطلاب كورسات يقووا حالهم، يعني ما يعتمدوا كل الاعتماد على الجامعه، الجامعه بس بتعطينا شغلات تاسيسيه يلي نحن بنحتاجها لحتى نبلش، يعني هي مجرد بدايه تمام. ما هي الفكره مثل ما حكينا انه موضوع الاكاديمي بالجامعه هي نظري عرفت شو، انه انت عم تاخذ شيء اساسيات الاساسيات، مهمه الطالب بهالوقت انه هو عن جد يجرب، هو حيخطا كثير، يعني ما اكيد ما وصلنا لاي مرحله منهم بدون ما اخطانا بكثير شغلات، فانا اذا ما خطات ما رح اتعلم فيها. صح. هذه كانت اهم شغله، انه كثير طلاب تيجي اليوم مثلا انه انا بدي اتعلم لغه كذا وبدي اتعلم لغه كذا وبدي اطبق كذا، رح يضيع وقته بجوز ما ينجح المشروع معك، جرب حتى لو فشل انه اول على اخر رح يزبط معك بشيء معين ثاني، رح تحتاجه بلغه ثانيه. صح، يعني اي شيء بجرب فيه ما له خسران شيء، اي لغه بيتدرب عليها وراح يستفيد منها بجوز ما بهذا المشروع بس اكيد بمشروع تمام. هلا هي اساسا لغات البرمجه كلها بتشبه بعضها صحيح، بس مثلا في اختلافات بسيطه بين اللغه واللغه الثانيه، بس يعني تعمقك بلغه واحده ما راح يضرك نهائيا أبداً. حتى اذا يعني اذا حسيت حالك انك انت بهذا المجال ممكن تصير تعمل كثير شغلات كثير كويسه، لانه بالجامعه يعني ما راح تكون فاضي، بدك وقت كثير كبير
طبعا اهم شيء بالبرمجه يمكن تطوير الفكر البرمجي، يعني طبعاً. انا اعرف افكر بالمشكله من ناحيه وجهه نظر برمجيه تماما. اذا بدنا نحكي عن الداعمين لهيدا المشروع، مين كان داعم لكم معي؟ بالبدايه الدكتوره ايناس ليلى، هي اكثر شخص وقف معنا انه كل المراحل، يعني ظلت متابعتنا خطوه بخطوه فيها، حتى مع المشاكل اللي تواجهها فيها. وكمان العميد دكتور احمد كان كثير يوفر لنا كثير شغلات اساسيات لازمتنا، مثلا بتعرفي انت وضع الكهرباء كثير صعب تماما، فكان يفتح لنا مخابر الكليه بالاضافه للاجهزه العتاديات، لان اليوم مثل الطلاب حتى بالجامعه ما مقادرين مثلا يجيبوا اجهزه ضخمه او اجهزه كبيره مثلا تتحمل شيء معين، فنحن كنا لما ينقصنا اي شيء نحكي الدكتور ما يقصر معنا نهائيا. اكيد بدنا نتشكر عميد كليه المعلومات يا الدكتور احمد والدكتوره ايناس، اكيد بدنا نتشكر الدكتوره ايناس ليلى، اكيد بدنا نتشكرها. وبدنا نتشكركم لكم المهندس ماهر شميسه، اكيد يعطيك الف عافيه، وان شاء الله بنشوف التطوير التطبيق مثل ما بتحب تشوفه سواء بالاطباء وغيره من التطويرات. شكرا لك. شكرا. اكيد كمان بدنا نتشكرك المهندسه رغد الوزه، شكرا كثير لك وبالتوفيق بهذا المشروع والمشاريع القادمه. شكرا لكم على استضافتكم الحلوه. أكيد كل الشكر لك رغد، وأكيد كل الشكر لكل حدا تابعنا بحلقة اليوم من برنامج تكنوسكوب، العديد من التقنيات والشباب السوري المبدع بالحلقات القادمة من برنامج تكنوسكوب. إلى اللقاء.